السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حضرات في عرض موضوع دور حاضنات الأعمال في دعم المشروعات الصغيرة. هذا الموضوع أولا أعده الأستاذة نانسي عادل صلاح الدين، الأستاذ محمد فخري السيد عابد، الأستاذ محمد أحمد محمد رضوان، الأستاذ فكري محمد سامي عبد الصمد، الأستاذ عبد الله بكري عبد الله، الأستاذ مصلح عادل مصلح أحمد. هذا مجموعة من العناصر هي تعريف حاضنات الأعمال، كيف بدأت هذه الحاضنات، أنواعها، ثم بيتكلم تفصيل عن الحاضنات التكنولوجية وأسلوب العمل بحاضنات الأعمال والخدمات التي تقدمها الحاضنة لعملائها والأهداف الاستراتيجية العامة اللي أولها مجموعة أهداف اقتصادية، ثم مجموعة أهداف اجتماعية، ثم مجموعة أهداف تكنولوجية. لو اتكلمنا بسرعة كده عن تعريف حاضنات الأعمال، هي مؤسسات تنموية تساعد المبتكرين على تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية والتي يمكن تحويلها من فكرة إلى مشروع تجاري قابل للإنتاج والتسويق. هي تقدم لهم الخدمات والدعم والمساعدة العملية في عمليات تطوير المنتج والتمويل والإدارة والتنظيم والتسويق. أهميتها هي طبعا مساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية، ربط المشروعات الجديدة مع السوق، ربط المشروعات الجديدة مع السوق أيضا من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات القائمة فعلا، وتحقيق أهداف اجتماعية وتشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية لزيادة أو مساعدة الدولة على تحسين الوضع الاقتصادي ومن ثم النمو والتطوير. أو الشرائح اللي انتوا عاملينها والفنيات اللي فيها، فهي مثلا أهدافها تكوين وتوفير والتخطيط وإخراج وابتكار، تكوين إيه؟ تكوين جيل من الرياديين القادرين على خلق فرص العمل ذات القيمة الاقتصادية، ثم توفير بيئة مثالية لاحتضان وتطوير المشاريع الإبداعية، ثم التخطيط لعملية تعجيل ووصول المشاريع المحضنة لأهدافها، ثم إخراج مؤسسات ناجحة تمتلك القدرة على البقاء في دنيا الأعمال، وأخيرا ابتكار وتنويع مجالات النشاط التجاري في الاقتصاد المحلي. في الحقيقة يعني أنا هترك لحضراتكم بعد كده تفاصيل الشغل، و يعني هيبقى لنا لقاء إن شاء الله في النهاية. شكرا يا حضرات.